غادة وغدة تراها نشوفوا الروبورتاج اللي عملوها البنات عليكم. Si tu n'étais pas là, je ne serais pas moi. Je ne ferais qu'un pas et je serais perdu. Si tu n'existais plus, toi qui étais. Eh, أختي فهموا برمش لا. خاصة حتى بالإشارات يعملوا هكا وهكا كاو فهموا بعضهم. نفهموا برشا حاجات. نتعاركوا كمان. Si tu n'étais plus là, pour me dire en tes mots. ياكلوا كيف كيف هي متاع اني ناكلش الخضرة هي متاكلش الخضرة مثلا اختي تحب كل كسكسي اللي حكيت هذوكم من الحم وكل يعني ما ناكلوش بعدها من الحم والدجاج وكل شيء Car c'est la même foi que l'on nous a conçu. On vient du monde. خايب غادة قلبها بيض وحنينة غادة أحن ورغدة لسانات بيلم وغادة أقوى غادة حنينة رغدة شيطان والأخرى تولي تنجم تولي شيطان أكثر منها فواحدة فدلاكة واحدة كان On parle sur le même ton, on a le même flow. بابا يخمم اللي هو معناها ماذا به نحن ناخذ وسط فيهم بابا يتمنى نحن نكمل مع بعضنا نعيش من بعد بعضنا مازلت ما خممت فيه موضوع هذاك باش هي تعرس بواحد اخر ما فهمناش تويمع اني ما خممت فيه واحده من الناس احنا راهو ما نظهروش الحب لبعضنا اما في وقت رسمي نحبوا بعضنا ونجيو واقفين مع بعضنا وهما كل شيء ديما مع بعضهم الباهي مع بعضهم في الخير مع بعضهم Tu es ce que j'ai de plus beau, t'es plus que mon ami. S'il manquait un morceau à mon pauvre squelette. محليكم على الاخر في التقرير زوز اما فما حاجه الحقيقه ما تو احنا من اللي صغار من اللي عمرنا 6 سنين نخمم واللي يحب يعرس واللي كذا ما خممتوش فيها الحكايه جمله 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 اش نحكي لك حاجه صارت ما لفش تخمو سامحني ما شطرنج سبحان الله مازال ما خممناش فيه الموضوع احنا ما خموش خاطر ما عندناش وقت نخمو في حاجه كيف نهك ما نخممش مخي حاجه كيفها هي مليت لي حياتي واني مليت لها حياتها ما خممش في الموضوع هي باش تعرس قبلي ولا اني باش نعرس قبلها معناها في مخنا الزوز نحن باش نكملوا نعيش مع بعضنا اي اما معناتها البنات انتم عمركم 21 سنه هكا ولا لا؟ تتفرجوا في الافلام ساعات اكيد وساعات تفرجوا فيها افلام فيها قصه حب محليها ما تقولش ماذا بيا نعيش قصه معناتها ما نعرفش تفرج في التيتانيك معناتها مثال اي هو كل واحد يحب يعيش قصه معناها هكا ولا لا؟ اما احنا ما بالحق ما خممناش فيه الموضوع ما خممناش اسكو الساعه ما خممتوش فيه ما تدخلش مخي انا جمله يلزمها تدخل مخك معناتها كان بنيه عمرها 21 سنه وتبارك الله مزيانين وكذا وشباب ما تخموش في ما نقولوش حتى للعرس معناتها ما ايه احنا حتى كنت تعرفوا على حد تعرفوا عليه هي بعيد عليا من بعد رجيو نعرفوه ولا تعرفوها باهي اما فما شكون فيكم عاملة صديق معناتها نحن اصدقائنا اون كومون اصحابها هي اصحابي صديق قريب شويه معناتها كلي شويه تشو تخرجوا تاع مع قهوه راس راس لا نخرجوش راس راس نخرج من بعض من الكل والله ديما اون جروب ديما من بعضنا ديما ما نجمش نخرج مع صحاب معناتها ما فيكم حتى وحده نهار خرجت عملت قهوه في قهوه راس راس هي وطفل لا جمله ديما اون جروب ديما حتى كي خرجت هي مع اصحابها تلقاني نعملها عركه مش اصحابها مش بالكمشه او شيء نحكي واحد انتي على واحد لا واحد برك معناتها لا ديما من بعضنا اسمعني امين ومامون الزويز هذوما ما تحبوش لا معناتها يغري امين ومامون وغاده ورغده يذولي لا باش نقول لك ما تنجحش العمليه ما تنجحش؟ اي فرد تفكير علاش ما تنجحش خاطر اني ديما مع خويا في الغلط ولا في الصحيح اي وكان نفرضوا سوء تفاهم ما بينه وبينها شو تعمل مع اختها ولا معايا؟ معايا فهمت به معناتها انتوما تتمناو نهار تجيبوا صغار اكيد كل واحد تعملوا عائله اكيد والله انت تقول اكيد واختك وجهها مش متاع اكيد جمله ما والله لا انت سامحني سامحني تو انت تقول اكيد بكل ثقه في النفس وجه علامات رغده علامات رغده ما تقولش اكيد جمله مع انت كان ما تجيبش صغار وما تعملش عائله ماهيش حاجه قضيه في حد ذاتها معناتها توا حاليا عادي مش اكيد عادي وبالنسبه لك انت عادي
ليه اخي كل واحدة تتمنى تعمل ده او كريت هانا بدينا توا نختلفوا هانا بدينا شويه كل واحدة تضرب على دربوها شويه هانا بدينا به ريت انت تقول عادي هكا ولا ليه واختك تحس وانها في حاجه وانها باش تعمل عائله وتجيب صغيرات كيما اي سبيه معناتها من حقها كان مكتوبها جاي شنو يكون باش نحكي لك ردة فعلك انت باش نحكي لك حكايه معناها في الموضوع هذا اني في الشتاء عملت اني بلانش في الشتاء دخلت اني نخدم اختي جست قعدت في الداء ما تراش وجهي معناها من الصباح لليل عاد اختي مرضت نفسانية سبحان الله ما أي حد معناها قلقة في الداء بابا ماما يحسوا بها ومن بعد سبحان الله نفس الحكاية صارت إني بطلت وأختي دخلت تخدم صارت نفس الحكاية اللي صارت أختي استريس ولقلق وبالحق عملنا زوز ديفريس توا هذية حكيت وأنكم تبعدوا على بعضكم يصير قلق هذية فهمتها لو فرضنا جاء شخص جاء راجل بالنسبة لك أنت مهم أنك نهار تلقى راجل يجي يملأ عليك دنيتك وتجيب منه صغار وتعمل عائلة كما الناس الكل كما البنت الكل تحلم ولا أنا غلط أكيد به تخليها أنت تسيبها تعرس ولا أما نيويها فرد ليلة شنو؟ ما بعضنا وكيف هي مطلوبها مازال ما جاش معناتها نستناها شفيها يا أخي كي هي تحس بلا فازة شنو؟ كي تحس هي الفازة مش فازة راهو نحكيو على عرس وقالت كي تحس بالفازة ماهيش فازة نحكيو على عرس وصغار و اي اما هي تحس تمرض واني زادة ما نجمش اي وانت تفزد حياتك على خاطرها علاش الفازت تو يجي مكتوبها فيسا باهي انت لقيتها مكتوبة كا لهنا راهو الغاية يمكن من الحوار هذايا ماهيش مش توا معناتها باش نبدل لكم حكايتكم ولا باش نبدل لكم حياتكم ولا باش نبدل لكم نظرتكم للدنيا، اما كيما كنت نحكي مع امين ومامون يمكن الفائده من البرنامج هذايا جوست شويه مراجعه نفس وطرح المشكل حتى مش معناتها هكا معناتها وارد وانه نهار كل وحده يلزمها تاخذ ثنيتها وتاخذ ثنيتها لاسباب ايجابيه معناتها مش الحاجه خايبه، هذايا شنو حبينا نقولوه بركة توا باش نعملوا لعبه صغيره فريفو مع الدكتور فما افكار غالطه مسبقه وفما افكار صحيحه على التوامه تداول انا باش نقول لك حاجات وانت باش تقول لي فريفو صحيح ولا غلط. اوكي. انت جينيكولوج دونك يقولوا وانه الولاده نتاع التوامه تكون مبكره عاده يكونوا اسبوعيين صحيح ولا غلط؟ الحباله نتاع التوامه هذه فيها أخطار أكثر من الحبالة العادية. كرش المرأة معمولة معناتها عند الإنسان باش تحمل صغير برك ومش زوز ولا أكثر. دونك سي توت افي نورمال كاك زوز صغار باش يترعرعوا في أوتيروس والدة اللي هي مصنوعة في الإسبيس نتاعنا الإسبيس هيومان بور أن سول فيتوس بيبي صغير. بابي واحد وقت يبداو زوز ولا اكثر ان سارتان مومون هاك البلاصه هذيك باش تضيق عليهم هذه سبب من الاسباب اللي 50% من التوامه يتولدوا قبل 37 جمعه اللي هو قبل اول التاسع دونك بصفه مبكره معناتها صحيحه الحكايه ثم اكثر ولاده مبكره كو في الحباله العاديه واضح هل انه صحيح وانه المراه كيف يبداو عندها توامه تستنى في توامه جسدها يفرز اكثر لبن حليب صحيح هو الكونتيتي نتاع الحليب معناتها بعد الولاده مربوطه بالعدد نتاع الرضاعه في النهار قد ما ترضع المراه هيك علاش احنا دوما تولد المراه نخيروا اللي يعطيوها الصغير نتاعها باش ترضعوا بور انتريني لا سيكريسيون دو هرمون اللي اسمها اوسيتوسين قد ما نكثروا في العدد نتاع الرضاعات قد ما ثم اكثر معناتها مراه عندها توامه ولا ما عندها توامه على قد ما ترضع على قد ما يكون عندها اكثر حليب ولا هل ترى صحيح وانه التوامه عندهم فرد بصمه هذا يا غلط هما فما حاجه ما حكيناش عليها هما التوامه ما ثماش كان نوع واحد من التوامه توا التوامه اللي جاوا في ليميسيون هذه هما سكون ابل دي فو جومو لا دي فري جومو لي فري جومو هذوما
chaque jumeau a exactement le matériel génétique de ce. حرقت لي السؤال اللي من بعد. Voilà. ترى انه تمام عندهم تطابق في نفس الحمض النووي لدين معناتها تقول انت ما عندهمش فرد بصمه اما عندهم فرد ادين. لهنا يلزمني نرجع للتفسير خاطر مهم. دونك ثم parmi les التوامه ثم 25% برك اللي هما توامه حقانيين وعندهم فرد ماتيريال جينيتيك وثم 75% من التوامه اللي هما ما عندهمش لو ميم ماتيريال جينيتيك. ولهنا يلزمني نفسر علاش. التوامه اللي كيسون لي فغي جومو كيفما الناس اللي حاضرين لهنا الكل تصير الحكايه هي كلها في الفيكونداسيون. معناتها وقت تصير الفيكونداسيون عند لي فغي جومو تصير الفيكونداسيون نتاع بويضه واحده نتاع الام مع حيوان منوي وحيد نتاع البو. ومن بعد وقت يتكون الجنين يتقسم على زوز هيك علاش الماتيريال جينيتيك إلي لو ميم. سا سي لي فغي جومو إل ريبريزونت 25% من التوام. فوالا. الاخرين سي زوز بويضات المراه في عوض باش تهبط في السيكل نتاعها بويضه واحده هبطت زوز كي فوا اتر فيكوندي معناتها يتلقحوا بزوز حيوانات منويه من عند البو ويتكونوا فرد كرش ويعطيو لي فيجيتيك. ماتيريال جينيتيك ديفيرون. ديفيرون ما يتشابهوش لبعضهم، دونك هذوما يغوبريزونت 75% دي كا. فوالا. هل ترى صحيح انه نسبه الوفاه ترتفع عند التوأم الرضع، معناتها لي بيبي يموتوا اكثر كي بداوا توأم؟ صحيح. هذه علاش؟ ثم برشا اسباب على خاطر عند طب الولاده الحباله نتاع التوأم تتسمى سيت اون غروسيس ا ريسك. فهمت؟ دونك كيف نقارنوا بنسبه الوفيات عند المراه الحبله اللي عندها جيب صغير برك معناتها سي دي زيتود ستاتيستيك باش وبالمراه اللي عندها توامه في كرشها لي ستاتيستيك يوريو اللي ثم اكثر نسبة الوفيات معناتها في الولادة وقبل الولادة وبعد الولادة تتراوح ما بين 5 و6 مرات بارابور المرأة اللي عندها سوجي ا ريسك يا 5 فوا بلو دو ريسك معناتها 5 فوا بلوس دو مورتاليتي انفانتيل شي لا غروسيس جيميلير بارابور ا لا غروسيس دون لا غروسيس اونيك. سي بور سا كو توبا نتاع التوليد ايلز استيم كو اون غروسيس جيميلير ماهيش لعبة اي سي اون غروسيس ا ريسك. ا ريسك فوالا. عندي سؤال غريب بالرغم اللي هو سؤال جدي للغايه. سؤال غريب، هل يمكن ان يولد التوأم في تاريخين مختلفين؟ هذوما حاجات نادره برشا. اي بوي انا عندي الاجابه لهنا اللي تقول لك امراه على 50,000 امراه على 50,000 تنجم تجيب توامه وما تولدهمش فرد نهار، فما حتى تكون بعد شهرين. فما امراه ولدت زوز توامه، واحد ولدته تو، وواحد ولدته شهرين من بعد. هذه حاله انا ما في علميش بها ونادره برشا على خاطر في 2017 ما نجموش نتصوروا الولاده نتاع. يا سيدي باش نقول لك علاش تصير من غير اطار طبي. على خاطر هذه صارت. عندي لهنا انا التفسير. معناتها ونشكر الزملاء الصحفيين اللي عملوا بحث، هي حالة استثنائية للغاية اللي معناتها المدة بعيدة ما بين نتاع الولادة نتاع الزوز اللي المرأة هذه عندها رحمين. وأنت طبيب وتعرف وارد وأنه المرأة تكون عندها رحمين؟ إي بيان سور بيان سور. إي رحمين وكل صغير كان في رحم. فوالا. هذاك علاش الولاده كانت ديفيري وهذوما يتسموا توامه كي بداوا في رحمين. مادام معناتها خرجناهم فرد خرجناهم ما نجمش نجاوبك. ما نجمش نجاوبك حاجه في ال 50,000 انا حاجه ما تعرضتهاش وما قريتها دونك ما نجمش نجاوبك. شكرا دكتور وصفقوا لنا عليه. باهي. عندنا التوامة عند النجوم. التوامة عند النجوم موضوع باش نحكيو فيه من بعد، ومعنا نجمين حاضرين. كوارجية معناتها تو تشوفوا كوارجية من طراز رفيع باش نحكيو معاهم من بعد، لكن تو باش نحكيو مع فاطمة. فاطمة حبيت نشكرك اللي
اللي جيت واللي قبلت الدعوة على خاطر أنت قاعدة تمر بفترة فترة مش باهية نجم نقولوا صعيبة على خاطر أنت عندك أخوك شنو اسمه الله يرحمه؟ فراس. فراس وقتاش توفى فراس؟ توفى هو تفقد 17 يوم. لا أما وقت معناتها قداش عنده من اللي مات؟ عنده أكثر من عام تبيك. أكثر من عام معناتها نسبيا الحكاية مازالت سخونة بالنسبة لك أنت. عنده عام وشوية. أنت كنت حاسة قبل ما يموت اللي فما حاجة بتصير؟ كنت حاسة. كيفاش؟ خاطر قبل بريود هكا كنت نحلم في حلمات خايبة ياسر. معناها حلمات تاع دم وعرفت كي تفيق صباح أون ديغي بالحق معناها. تحسهم. وتقول له كنت معناتها كنت تحكي معاه ولا كيفاش؟ تقول له راني حاسة فما حاجة خايبة بتصير ولا؟ نقول له أما عمري ما نجيبها فيه هو باش تصير فهمت؟ معناها تحس اللي فما حاجة خايبة باش تصير في العباد اللي دايرة بيك أما عمرك ما تجيبها في حتى كي تجيك في مخك عليه هو ما نحيها من مخي جملة فهمت؟ فهمتك. و كيفاش توفى؟ بأخويا نهار 14 أبريل 2016 كلموا أصحابه خرج من الدار وإحنا ملمومين مع بعضنا وكل خرج من الدار تفقد 17 يوم 17 يوم؟ 17 يوم مفقود نهار 10 ماي سامحني فك 17 يوم هذوكم أنت وداركم ما عندكم عليه حتى خبر؟ حتى خبر لوجوا كل مرة لا كل مرة شنو يقولون أصحابه اللي معاه يقولون راه هرب ساعة أصحابه لقيتوهم بطبيعة خاطر احنا ريناهم كي خرج معاه جيوه للدار خرجوه اخر واحد شافوا قبل ما يتفقد شكون معناتها؟ أصحابه اللي ثلاثة ثلاثة معاه ثلاثة معاهم بعديك الظهر معاهم أربعة آخرين أربعة آخرين طلعوا سبعة سبعة 17 يوم هذوكم كيفاش تعداوا عليك أنت؟ ما نمشيش نقرا ونحاول نفركس ما نعرفش نعمل في اي حاجه المفيد باش نلقاه فهمت حتى خاطر انا نعرف اخويا عمره ما يخرج ولا يعدي نهار لبرا وما يقول لي شوين ولا وشنية الحاجه اللي تطمن وقتها خاطر فيسبوك وقعد محلول نبعثه في المساجات انا مستغربه كيف اخويا يقرا مساجات وما يجاوبنيش دونك كلي قعد واحد عنده شويه امل هكا بعديك كيفاش انت ما قلتش لامك راهو فما حاجه خطيره قاعده تصير مادام عنده انا نبعثه في المساجات هو مش يجاوب فيا بالطبيعه قلنا حتى للحاكم احنا ديجا مخبرين الحاكم انا والحاكم قال لي تهني وراه تيجي مادام وحل الفيسبوك وكل فهمت تليفونه مسكر اما الفيسبوك نتاعو محلول كيفاش عشت انت اخر لحظات قبل ما يتوفى اخر ما ديما نحس حاجه هكا لهنا نقول لهم قلبي مغموم ونتيجا معناها فما حاجه ظاهره الحكايه 17 يوم مش نورمال معناتها انت نقولوا احنا واعيه بخطوره الموقف اما الى اي مدى كان في مخك وانه وارد وانه اخوك توفى ولا اخوك التوأم توفى ولا حتى كي تجي المخي ما ترفضها الفكرة؟ ما خليهاش تسيطر عليا فهمت حتى لين شنو اللي صار من بعد؟ حتى لين نار بعد 17 يوم لقينا جاتنا معلومة اللي فما اللي هو طايح في المقتول ورميوا في البير في دار أنا حتى كي قالوا لي راه هو هذاك ميت ما صدقتش و 15 يوم ما نمشيش نقرا ولا 17 يوم ما نمشيش نقرا أنا وقت اللي قالوا لي عرفت هزيت روحي وطالعة مش أنا عندي دفور ما لا قلت لهم لا مش هو أما يقعد ديما فما كل إحساس اللي معناتها
حاجه منك و قد قديش حب لك وقت باش صدقت اللي خوك مات باش استوعبت الفكره؟ متنجمش تستوعب الجمله حتى نمشي للقبر نتاعو ونشوف ولو انت راجل اللي داير بيك الكل اي حاجه معناها تقول لك راه هو مات مي انت في مخك وفي قلبك وكل تجمع مستقبلها ديما معناها ديما نستنى اللي هو باش يجي باش يدق الدار باش معلاش تمشي لجبانه نمشي تمشي برشا معناتها نمشي كل جمعه كل جمعه وبالرغم اللي تمشي للجبانه وتشوف قبره وتقعد تستنى اللي باش يدق الباب وباش يدخل معاه ما صعيبه معناها باش تتقبلها اللي هو معناها مشي خاطر احنا عايشين مع بعضنا هو معناها كي واحد يموت لخوه عادي ما يتقبلهاش معناها باش يموت لك خوك التوأم تاعك ومنعرفش معناها عنا اي حاجه معناها اي سوفينير عندي انا هو معايا فيه عندك ال معناتها ما نعرفش هل ترى عندك لو بوزوان معناتها باش تحكي معاه كي يبدا كي تمشي على قبره معناتها ما نعرفش اش تعمل تمشي تقعد ساكته تكلمه تحكي معاه اش تعمل؟ نحكي تحكي معاه؟ نحكي اش تقوله؟ كل شيء عندي غيب بحذي حتى في الدار ديما نحسه بحذي يا راه حط تصويرته ونقعد انا مازلت ما نحسوش اللي هو مات توا حياتك كيفاش معناتها عايشه نمشي نقرا نمشي نعمل كل شيء ونستنى فيهم امتون خاطر كل شيء يقول لك راه هو توفى معناها تجم قدام العبيد اما بينك وبين روحك لا ما تجمش تقبلها ما متفاهمين عائلتك واللي دايرين بيك وجيعتك متفاهمين وفاهمين اللي انت اكثر شخص حاسس على اخوك اللي توفى الله يرحمه حاجة معروفة هذه عقيلة المحيط متاعك معاونك معناتها دارنا كيفاش تشوف بقية حياتك معناتها هل ترى تقول انت تو الحكاية عندها عام وشوية هكا معناتها هل ترى تحس روحك عندك القوة باش تعاود تقف على ساقيك وتكمل حياتك ولا ما نعرفش ماش نتصور معناها واحد يرجم يفرح ولا حاجة وهو مش معايا ما معناها ثم حاجات تنجمش تتخيلهم وهو مش معاك خاطر هو كان معايا في كل شيء معناها في الفرحة في الباهي في الخايب منعرفش حتى كيش نستحق حاجة ولا حكاية ما أنا وياه نحلو كل شيء مع بعضنا مستحقش باش نمشي لأمي ولا بابا ديما هو قبل فما فراغ كبير ياسر فما فراغ ما نجم يمليه حتى حد حتى حد دكتورة شنو النجم نقولوا لها باش نرفعوا لها من معنوياتها ما نعرفش هل ترى حالة الإحباط اللي عايشتها فاطمة بعد أكثر من عام اللي أخوها التوأم توفى عادية ولا مش عادية؟ لا هي حالة يعني حالة مرضية يعني حالة مرضية؟ c'est un deuil pathologique معناها أنه إنسان يعيش حالة حزن بعد وفاة أي إنسان قريب وعزيز عليه حالة عادية c'est un deuil normal il faut vivre le deuil لازم نعيشوها حالة الحزن هذيك بعد موت إنسان قريب لينا ولا عزيز علينا لكن في حالات أنه الحالة هذية متاع الحزن تطول ولا تكون حادة برشا تطول عادة نقيمه إحنا ستة شهور نقوله بقبغلي دو دوي برولونجي
والا معناتها يتنجم تكون حاله الاحباط هذيا مطوله ياسر. ستة اشهر تقول انت اقصى حد، بعد ستة اشهر ندخلوا ستة سبعة اشهر، تقول انت كيف تفوت ستة سبعة اشهر ندخلوا في حاله مرضيه مطول يولي معناتها يلزمها متابعه طبيه هاي. نفسيه تنجم تكون يلزمها تنجم تكون الحاله ماهيش مطوله لكن من الاول حاده معناها لدرجه الاكتئاب معناها تنجم زاده عندنا حالات اخرى اللي هو معناها النجم معناها نلقاو برشا معناها ملي تقول فيه توا فاطمه يا ان ديني معناها سي لو ديني سي كيما نقولوا تنكر معناها اسمع توا الديني اللي عندها هي يمشي ويجي قاعد يمشي ويجي سي هذاك نوع نقولوا احنا سي ميكانيزم دو ديفونس بسيكولوجيك معناها نوع من المناعه النفسيه واحد يرفض. يخليها يرفض ما يتقبلش ما ينجمش يستوعب وقالت وهي معناها برشا مرات قالت مانيش مستوعبه مانيش حاسه اللي كاين وما معناها حتى كان الادله الكل معناها توري اللي هو توفى لكن الفي انكور دون لو ديني وهذاك زاده يخلينا نحكيوا على ان دوي باثولوجيك يعني حاله غير طبيعيه وتلزمها احاطه نفسيه وهذايا معناها يدعم اللي كنا نقولوا فيه من قبيله مسار الحياه ما نجموش ديما نتحكموا فيه باهي كيف يبداو التوام قراب ياسر لبعضهم ويحبوا ياسر بعضهم وهذا ندعموه احنا وباهي لكن الحياه تحضر فما صدمات ما نتحكموش فيها هذاك علاش يلزم فما ديما تحذير للاستقلاليه يعني النفسيه والعاطفيه. دكتوره انت حسب اللي مارستو وحسب اللي ريتو وحسب اللي سمعت كيفاش التوامة يعيشوا المأساة اللي عاشتها فاطمه هذه كيف واحد من الزوز يتوفى عاده شنو تكون رده الفعل نتاع الاخر؟ هل ترى حاله فاطمه انا ما نعرفش انت تعرف خير مني ما انا تظهر لي طبيعيه مع حاله الاكتئاب اللي عندها هي وتو ترى التوامه يعيشوا لو دوي كما تقول انت يكون اصعب وهذايا متداول والا لا؟ باش يكون اصعب بطبيعه العلاقه اللي بيناتهم اللي هي قريبه ياسر وباش زاده ينجم يكون اصعب ولا لا ولا كيفاش باش يتاقلمك الاخ معناها اللي حضر على وفاه خوه كيفاش باش يتاقلم مع الوضع هذاك باش يكون حسب خليني نقول حاجه حسب كيفاش هو تربى هو ما فماش مقياس نتاع وجيعه اما نقول احنا اكبر وجيعه كيف لطف الله لا يقدر واحد يفقد صغيره هل ترى وانه كيف واحد يفقد صغيره فما مقارنات ما عرفش كان في محلها ولا لا معناتها عندك حد فقد صغيره وحد فقد خوه التوأم هل ترى التأثير النفسي يكون كيف كيف ولا ما فماش قاعدة ما فماش قاعدة ما نجموش نقارنه حسب هي شخصيتها حسب العلاقة اللي كانت عندها مع أخوها حسب المحيط والديها كيفاش ربيوهم حسب الاستقلالية النفسية لميكانيزم دو ديفونس بسيكولوجيك معناها قوة معناها شخصيتها وطبيعتها في تحمل الصعوبات ما فماش قاعدة معناها ما نجموش لكن المؤكد انها باش تكون حاجه صعيبه معناها المؤكد انها باش تكون حاجه يعني هي مصيبه يعني والمؤكد وانها هي في حاجه للمتابعه المتابعه هي شفت طبيب فاطمه ولا لا ما نحبش نشوف طبيب انا خاطر راهو مش عيب راهو معناتها نعرف موش عيب معناتها لو واحد يمشي معناتها تمشي انا نعرف كيفاش نداوي روحي بروحي ما غير الطبيب لا حد شيء شو فاطمه تقول نعرف حتى حد ما ينجم يداوي روحه بروحه صدقني معناتها ما نعرفش راهو قالت لك نداوي روحي بروحي شو جاوبها دكتور؟ هي في المرحله هذه هذا هو اقتناعها وهي ديجا هي كما قلت لك في مرحله انها ماهيش مستوعبه اللي صار ماهيش مستوعبه معناها اللي دون اون فاز دو ديني معناها معناها يلزم فما استعداد معناها استعداد باش تخلي شكون يعاونها باش تخلي نجم العائله تكون عندها دور في هذا معناها انا نتسائل مثلا العائله وين دور العائله في هذا اسكو يلاحظوا في اللي عايشه فيه هي ولا نتصور هما زاد في ازمه ما كبيره ما ينجمش ليه مش قد هي معناتها وما ننساوش حاجه اخرى حتى طريقه الوفاه يعني ماهيش بشعة يعني معناها هذا الكل يخلي طريقه الوفاه تقول انت هو توفى الله يرحمه معناتها كان توفى بحادث مرور كانت الامور تكون مختلفه ولا ما عندها حتى يمكن خاطر 17 يوم وش هذاك
كل واحد يقعد ديما عنده أمل باش يرجع وكل بعد يقول لك راه ميت وفي بير و تعرفش تخلط عليك الأمور تخلط عليك الأمور عندك الحق ما فاطمة أنت مازلت في عز شبابك وتقرأ و... وعندك حياتك قدامك كل ما يقتلكش قويك معناتها يزمك تكون واعية اللي توا كيما قالوا المختصين قبيلة بالحق فما الانصهار هذايا ما زاد انت عندك حياتك وهو ربي هز نتاعو أه والله يرحمه اما انت مازلت صغيره مازلت تقرا مازلت تنجم تفيد روحك تفيد عائلتك تفيد المجتمع مازلت تنجم تعرس مازلت تنجم تجيب صغار انت واعي معناتها لازمك تفهم اللي هو الله يرحمه حياته وقفت اما انت حياتك ما وقفتش انت واعيه بهذا ولا ليه معناتها هذايا لازمك خاطر انا حاسه انه انت قاعده تحكي معايا كانه حياتك انت زاده وقفت معناتها نهار اللي ما تخوك وقفت من شيرة ما قعدت نقرا مش وقفتها كومبليتمون اما بيني وبين روحي معناها ما تنجم تتعايش مع اللي دايرين بيك اما بيني ديما فما حاجه ناقصتك هذيك ما لازمك تجي نهار وتقول هذيك حاجه ربي وهذاك مكتوب نعرف حاجه ربي و اما ديما تقعد خاطر ديما تقعد لك هذيك حاجه ناقصتك ما تنجمش تبدلها الحكاية هذه جملة زادة حسيت هو الله يرحمه وإن شاء الله أنت تتجاوز هالعائق النفسي وخاطر حياتك أنت ماكش عايشة معناتها مع واحد راه مش تقول لي رجعت نقرا به رجعت نقرا ما يلزمك تعيش ويلزمك عندك مشاريع وطموحات وترجع تعيش عمرك كشابة صغيرة معناتها لازمك تفهم اللي حياتك انت ما وقفتش معناتها ويلزم يمكن تمد يدك لشكون يساعدك راهو ماكش مش عيب كي واحد يمشي يشوف طبيب معناتها مش عيب كيف تشوف كلنا ساعات نبداو في حاجة المتابعة لحد يسمعنا لحد ولا لا يفطر كل واحد كيفاش يشوفها راهو خاطر انت تحكي هكا وكل خاطر ماكش في بلاصتي وحتى حد ما نجم معناها يحس اللي انا نحس فيه باهي ما يحس الجمرة كان اللي يعفس عليها وانا موافقك على الاخر بالضبط معقول فاطمة ربي معك نعود بعد هذا الفاصل